ألأجل كرة القدم ترتدي صليبا؟ ألأجل كرة القدم تضع الصليب في بيتك وتهتف فيه وأنت تلوح به وأولادك ينظرون وقد انكسرت خباثة الصليب من أعينهم وأنت تعتز بالصليب أمامهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الولاء والبراء، كان لا يضع ثوبا فيه تصاليب إلا نقضه لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بل إن عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل كان لا يدع ثوبا فيه تصاليب إلا أحرقه، إما أن يحرقه كله أو يحرق مكان الصليب حتى يزول. أبكل عقلك ترتدي هذا؟ لا يا شيخ، معنا أنكر في قلبي، أو لا يا شيخ معنا يعني بس عم بلبسه هيك عشان. أرأيت لو أن هذا الثوب كان فيه مسبة لأختك أو أمك، أو ترتدي هذا الثوب الذي فيه مسبة لأمك أو أختك وتقول أنا والله مش مئة أنا أنكر بقلبي؟ أو تكون غيرتك على عرضك أعظم من غيرتك على شيء أرادوا منه النيل من الله سبحانه وتعالى؟ يا خاين الولاء والبراء، هلا نطلع من الأتياب اللي فيها صليب؟ بيطلع بيجينا الشهر الجاي يلي فيه أرزة ويلي الاحتفال برأس السنة، وين الولاء والبراء؟ أنت مسلم عندك هوية، أنت مسلم موحد، أو رأيت كافرا أو ملحدا يعتز ويرفرف بعلم فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إن العلم هو راية القوم، يعني سابقا كان المسلمون إذا انتصروا على الكفار راية المسلمين خفاقة وراية الكفار عليها الصليب فتداس بالأقدام ويرفع عندها علم المسلمين. فإن أبرز ما في الجيوش العلم، فإذا سقطت الراية هزم الجيش. ولذلك تقطعت أحشاء الصحابة في كثير من المعارك وهم يمسكون بالراية براية لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لا تعلو راية الكفار وتسقط راية المسلمين. ثم تأتي أنت يا حفيد الصحابة وتأتي أنت يا حفيد التابعين لترفع راية الصليب فتلوح بها لأجل أن فريقك قد أحرز هدفا في مرمى شباك غيرهم. أبكل عقلك ودينك؟ أبكل تفكيرك؟ لأجل ماذا؟ كرة. إن التنازل عن شيء من الدين ولو للمواراة ولو للمدارات لم يفعله الصحابة رضوان الله عنهم.